السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. أربيل، سلوك الاستقواء بالخارج وصرخات الاستغاثة والحث على الوساطة. مساعدة وزير الخزانة الأمريكي في بغداد، عديد الملفات ومدولات التأكيد والتشديد. حياكم الله مشاهدي الأحبة. لا تزال قيادات كردستان بذات نهجها الذي لم تغادره منذ سنوات، الاستقواء بالخارج، الاستناد على محركات دولية في طريقة تعاملها مع شؤونها الداخلية ومحددات علاقتها مع بغداد بحسب ما كشفه موقع المونيتور الدولي. وهذه الأسباب اللي دفعت أربيل لهذه المرحلة من صرخات الاستغاثة والحث على الوساطة هي برهان لحجم الأزمة في الشمال بين الأحزاب السياسية من جهة، ومع الشارع المحتقن من الأزمة الاقتصادية وما يعانيه في أحواله المعيشية. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة، فإن زيارة مساعد وزير الخزانة الأمريكي إلى بغداد واللي تحمل وياها عديد الملفات اللي تتعلق بالإصلاح المالي ومتابعة مدى تنفيذ المحددات اللي فرضت على حركة العملة الخضراء في العراق، هي أبرز عناوين الزيارة التي بحثتها المساعدة مع كبار المسؤولين العراقيين وصناع القرار بغية رفع وتيرة التعاون والشراكة بما يحقق المزيد من فرض التفاؤل في تجاوز عقبات عودة الدولار لسابق عهده من الاستقرار. هذين ملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا ونناقشهم ويا ضيوفنا الكرام. تتفضل البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحباب. هذا الملف ورحب بضيفي الكريمين في الاستوديو، الدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية، حياك الله دكتور هاشم، وكذلك الأستاذ جاسم العيساوي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. دكتور جاسم، أبدأ مع حضرتك، نتحدث عن الدائرة الإعلامية لحكومة الإقليم نفت ما كتب في موقع المونيتور. هذا النفي هل يعبر عن عدم وجود هكذا أحداث؟ حضرتك متابع ومن صميم الحدث، وإذا نفى هذا الحدث هل ينفي شدة سوء الأوضاع والأزمات اللي تعصف بالإقليم؟ نعم، بداية السلام عليكم أخي السيد أحمد وضيفك الكريم دكتور هاشم الكندي وعلى جمهور قناتكم الأكارم، حياكم الله. حيا ودوم. بداية هذه التصريحات التي صدرت والتي سمعتها الآن نفاها الحزب الديمقراطي الكردستاني نفيا قاطعا، ولم تكن هناك أزمات تعصف سوى الأزمات التي توالت من الحكومة الاتحادية. كل ما تمر الموازنة نجد هناك عقبات، وكلما وصل الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الحكومة الاتحادية إلى حل نرى أن هناك أطراف خارجية أو داخلية تؤزم الموقف بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، لأن لا يروق لهم نجاحات، لا نجاحات السيد محمد شاع السوداني ولا نجاحات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وإنما هذه ورقة الاتفاق السياسي التي أبرمت إبان تشكيل الحكومة الفتية حكومة محمد شاع السوداني وقع عليها كافة أطراف القوى السياسية، كافة رؤساء الكتل السياسية، وتليت عليهم مفرداتها وضمن مباحثات لم تصدر خلال يوم واحد، وإنما بمفاوضات مستفيضة وصل إلى هذه النقاط واتفقوا عليها رؤساء الكتل السياسية وصوت عليها في مجلس الوزراء العراقي. إلا أنه الحزب الديمقراطي الكردستاني ملتزم ببنود هذه الاتفاق حرفياً، ولا يحيد عن مسار الدستور ولا النقاط التي أبرمت في ورقة الاتفاق السياسي، إلا أن كما أسلفت لا يروق لبعض الناس وبعض الجماعات
نجاحات السيد محمد الشيوعي السوداني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ونرى وكنا نتأمل من حكومة محمد الشيوعي السوداني حل كافة هذه النقاط الخلافية بين الإقليم والمركز، وعوننا على هذه الحكومة أكثر من الحكومات الباقية لكون أدى التزامات من رؤساء الكتل السياسية وعمدة القوم أمثال السيد نور المالكي والسيد عمار الحكيم والسيد قيس خزعلي والسيد هادي العامري وكل هؤلاء الرتب المرموقة وكل هؤلاء أسياد القوم اتفقوا على تمشية الأمور وتمشية عجلة الحكومة. والحزب الديمقراطي الكردستاني كان منذ الوهلة الأولى مع نجاحات الحكومة ومع الاستمرار بعيدا عن التعصب وبعيدا عن الأزمات وبعيدا عن هذه المشاكل، يريد العراق خيرا والعراقيين، وكما أسلفت يريد نجاح الحكومة ويريد المشي والمضي قدما نحو الأعمار والتقدم كما في إقليم كردستان يريد أن يرى محافظات العراق الجنوبية والوسط تزدهر بالأعمار والبنيان، إلا أن هذه النقاط الخلافية لا تروق لبعض الأطراف كما أسلفت نجاحات هذه الحكومة. والسيد محمد الشيوعي السوداني أكثر الشخصيات التي رافقت الحكومة وتسلمت مناصب سيادية منذ 2003 انسجم مع حكومة الإقليم، وعندما سار على المسار الصحيح نرى أن هناك أطراف أرادت تأزيم الموقف، وإن شاء الله تحل كل هذه الأمور. حضرتك مع مسارات الحل، وقبل أن نخوض بزيارة السيد مسرور بارزاني، دكتور هاشم مجدد الترحابي بجنابك، لما يتفضل السيد العيساوي بليونة هذه المسارات وعدم وجود صحة لما تحدثت به المونيتور، لو أخذنا ما تم تداوله في هذه الصحيفة الأمريكية وعندما تتحدث عن اتجاه أربيل نحو الخارج بدل الداخل في حل المشاكل الداخلية لها، هل تفاقمت الأوضاع في الإقليم لهذا الحد ويكون ردة فعلها اللوث بالولايات المتحدة الأمريكية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ أن تحييكم أستاذ أحمد، تحية إلى ضيفكم الكريم وإلى مشاهديكم الأفضل. بعيدا عما تحدثت به المونيتور ربما هي أشارت إلى مجموعة من الحقائق، ولكن هذا الموقف، موقف اللجوء إلى الخارج والاستقواء بالطرف الأمريكي ودفع إلى التدخل في شؤون داخلية محلية، هو أمر جرى بصورة رسمية برسالة من قيادة حكومة إقليم كردستان إلى الأمريكان. وقبل ذلك هو الأصل، الأمر هو مشكلة في الإدارة، وتراكم هذه المشكلة على مستوى التفرد في إدارة الإقليم من قبل الديمقراطي الكردستاني التي دفعت شركاء في الإقليم إلى الشكوى من هذا التفرد بعدة مرات. أيضا مسألة أخرى هو حالة إدارة الملف الاقتصادي وملف إدارة الموارد وتصدير النفط بصورة منفردة، وكنا دائما ما نقول بأن هذا الأمر لا يمكن إلا وأن يكون بعلم الحكومة الاتحادية لالتزامات العراق التسويقية، وكان هذا الأمر دائما ما يرفض وينفى إلى أن أثبتته محكمة باريس التي حكمت بأمور أيضا الإقليم لم يلتزم بها حتى بهذه الأحكام التي فرضت على الإقليم وفرضت أيضا على تركيا التي كان يهرب من خلالها النفط العراقي، وأيضا كان الإقليم غير حيادي بهذا الأمر بأنه لم يكن مع العراق في مطالبة ما على تركيا من عقوبات، بل امتنع عن التصدير وتسبب أيضا في أزمة، هذه الأزمة انعكست بعدم إيفائه بالتزاماته بما يتعلق بتسليم الواردات حتى يكون له الاستلام من ما خصص له من الموازنة، وهذه التي تسببت في هذه الإشكاليات. نحن نخسر مبالغ كبيرة شهريا بسبب عدم تصدير النفط بهذه الإرباكات التي أعقبت التهريب والمحكمة الدولية التي صدرت هذا القرار. الأمر الآخر والمهم اليوم، نحن أيضا لا نجد شفافية في التعامل عندما تطرح المشكلة الآن تحديدا بمنظار واحد وهو منظار رواتب الموظفين في الإقليم، وتطرح كمسألة إنسانية وإن الحكومة الاتحادية هي المتسببة بها.
لا يشار إلى حالة عدم الالتزام، لا يشار إلى أن الحكومة الاتحادية الآن تمنح مبالغ لا تذهب إلى رواتب الموظفين، والأهم من هذا كله لا يشار إلى أن الحكومة الاتحادية لا تعلم بأسماء الموظفين، وإنما تمنح مبالغ طيلة السنوات الماضية على أرقام يطرحها الإقليم دون تحقق دون تأكيد. فبالتالي هو أصل المعاملة، هل نحن كعراقيون نتعامل مع إقليم اتحادي في نظام اتحادي، أم نتعامل مع دولة أخرى كونفدرالية أو فوق الكونفدرالية لا تعترف بالعراق إلا وكأنه صندوق لسحب الأموال فقط دون أن تكون هنالك أي التزامات لا سياسية ولا سيادية ولا اقتصادية. أنا أقول في هذه الفترة تحديدا فقط مبالغ الموارد التي تتعلق بالرسوم الجمركية وغيرها هي تفوق المليار دولار، أين تذهب هذه الأموال؟ هذا السؤال الذي يسأله الشركاء في الإقليم من الأحزاب، وأيضا تسأله وزارة المالية التي خرجت وزيرتها الاتحادية لتقول أنه على الإقليم أن يسلم وارداته ويلتزم بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية ليستلم الاستحقاقات بشكل كامل. يعني هو هذا الضغط الذي تريده أربيل على الحكومة المركزية برأيك دكتور؟ هو الأمر ليس بجديد، دائما ما كانت إقرار الموازنات أو المعاطفات في إقرار تشكيل حكومات أو غيرها تطرح أمور خارج سياق الاستحقاقات، وأيضا تبقى أمور عائمة بالتفاصيل. أنا أقول لا زالت الحكومة الاتحادية وهذا الأمر يعرفه الجميع، لا زالت لا تعرف كم هي الموارد التي تدخل من المناطق الحدودية، لأن حكومة أربيل لا تسمح بوجود موظف في هذا المجال، مثلما لا تعلم بأين تذهب وهذه الرواتب التي تخصص، وهل هنالك موظفون حقيقيون أم أن هذه مجرد أرقام غير دقيقة وغير حقيقية. طيب أستاذ جاسم، يعني اليوم السيد مسرور بارزاني في بغداد على رأس وفد رفيع المستوى، هاي الزيارة هل هي كفيلة بتفتيت نقاط التصلب في العلاقة بين بغداد وأربيل، سيما وأن الدكتور الكندي يتحدث عن هذا التصلب الذي ليس وليد اللحظة ولا وليد اليوم بل منذ سنوات، بل وفي كل موازنة أو كل منعطف سياسي؟ نعم سيدي الفاضل، خليني أبدي من حيث انتهى زميلي الدكتور هاشم الكندي. الدكتور يعلم جيدا أن جدول الموازنة لعام 2023، خلنا نتحدث احنا ولد السنة يعني ولد العام هذا 2023، خصصت في جدول الموازنة الاتحادية لإقليم كردستان 16 تريليون و498 مليار، أي بواقع 1 تريليون و375 مليار شهريا، في حين أن وزارة المالية لم تصرف منذ منذ 1/1/2023 لحد الآن سوى 2 تريليون و598 مليار، من ضمنها 400 مليار خصصت كرواتب تعود لشهر 11 و12 من عام 2022، في حين خصصت مبالغ في جدول الموازنة الاتحادية لإقليم كردستان 11 تريليون لعام 2023 تخصص لغاية الشهر الثامن 2023، يعني من ال 11 صار فيهم بس تريليونين، ويريدون الأخوان يريدون تسليم النفط، وإقليم كردستان يداعي ومنه الوهلة الأولى يعني ويرافق كل وفد هذه المطلبات، يقول يا أخوان أقروا قانون النفط والغاز خلينا نمضي وفق الدستور، هذا القانون النفط والغاز يحل كل المشاكل، ولا أذان صاغية تسمع لإقليم كردستان، وإنما كل ما تحصل الموازنة يجي هناك ضغط على إقليم كردستان، تعال سلمنا الإيرادات النفطية، ما احنا عندنا استحقاقات لشركات نفطية متعاقد معها الإقليم إبان الحكومة السابقة التي لم تفي بوعودها واتفاقاتها مع الحكومة الإقليم، وهناك رواتب وهناك رواتب موظفين وهناك استنزاف لحكومة إقليم كردستان والضغط عليها من خلال الموازنة في كل عام وفي كل شهر، لماذا هذه التصرفات ضد حكومة إقليم كردستان من الحكومة الاتحادية؟ نطالب الحكومة الاتحادية وعلى رأسها السيد محمد شاع السوداني ووزير المالية بصرف مستحقات إقليم كردستان وفق الدستور ووفق ما عدت من جدول الموازنة، وأيضا لا ضير من المطالبة في تصدير النفط عبر سومو التي تم الاتفاق عليها في ورقة الاتفاق السياسي،
ولم ينفذ هذا الاتفاق، وتم الاتفاق على اقرار قانون النفط والغاز وقانون العفو العام وقانون الموازنة، ولم تنفذ هذه الفقرات في قانون يعني في قانون الموازنة، ولم تنفذ هذه الفقرات التي وردت في ورقة الاتفاق السياسي التي ابرمت ابان تشكيل حكومة. كل ما يعني كل تشكيل حكومة نرى ان الاطراف المتصارعة على الكراسي تبدي ليونة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ومع اقليم كردستان، وعندما تتمكن وتجلس على الكراسي تظهر من اذرعها ومن خلف الجدران هناك اناس يحبطون من هذه المحاولة. وانا ارى ان التحركات الجديدة في كركوك وفي غيرها للنيل من حكومة محمد الشياع السوداني والنجاحات التي حققها محمد الشياع السوداني والاقليم، هذا يعني ما أراه أنا شخصيا. طيب. وفق متطلبات المرحلة الحالية. نعم سيد الفاضل. الدكتور هاشم، يعني حضرتك نوهت بأن الإقليم عنده واردات نفطية وأيضا واردات غير نفطية منذ بداية العام الحالي تجاوزت 8 تريليون. هذه المبالغ لا سلمها الإقليم لموظفي الإقليم ولا سلمها للحكومة المركزية، طيب وين راحت هذه المبالغ بالإضافة إلى القروض اللي أرسلتها المالية على شكل دفعات، لما الأستاذ جاسم العيساوي يطالب بأن تصرف الرواتب من قبل الحكومة ويطالب رئيس الوزراء بهذا الأمر، طيب رئيس الوزراء مستجيب ينطي قروض، لكنه ليش مقابل ماذا؟ سيد الفاضل ليش قروض؟ ما هي استحقاقات بالموازنة موجودة مسجلة. خلي قروض قانون النفط والغاز. بس مداخلة للأستاذ جاسم، تفضل دكتور هاشم. نعم، هو هذا السؤال. إذا كان الإقليم يطالب وهو من حقه يطالب باستحقاقاته من الموازنة ومنها الرواتب التي أحددت المحكمة الاتحادية أنه لا يمكن أن تسلم إلا من ضمن استحقاق التسليم، وبالتالي كان هنالك إجراء مؤقت هو تقديمها كقروض لتلافي هذه المشكلة التي زج بها موظفو إقليم كردستان لمعالجة أخطاء إدارة سياسية تذهب إلى التفرد. هو السؤال الآن خلال هذه الفترة 8 أشهر أو أكثر، كم دولار سلم الإقليم إلى الحكومة الاتحادية؟ هذا هو السؤال. هل يعترف الإقليم بحكومة اتحادية يسلم لها موارده ويحاسبها على استحقاقاتها الدستورية، أم يريد أن يبقي الأمور عائمة لا يسلم شيء ويجعل من أبواب معينة فرضا على الحكومة الاتحادية ويدفع بها بالجوانب الإنسانية وغيرها ويستخدمها لأمور الحراك السياسي في داخل الإقليم أو خارجه مثل رواتب الموظفين؟ أنا هو السؤال، هل التزمت حكومة أربيل التي الآن هي تعمل بدون غطاء تشريعي بدون برلمان وأيضا فيها هيمنة كاملة للديمقراطي الكردستاني الذي هو أحد الأطراف الكردية التي تشتكي الأطراف الأخرى من ذات التفرد والإدارة المنفردة ولا تعلم أين تذهب الموارد وأين تذهب الأموال التي تستلم من بغداد سواء كانت كقروض كرواتب أو غيرها؟ هو هذا السؤال، الابتعاد عن الشفافية الكاملة واقتصار المشكلة وكأنه هي مسألة ضغط بمسألة الرواتب، هذا أمر غير دقيق. الإقليم لا زال لا يلتزم بتصنيفات الدستورية والتزامات الدستورية كإقليم، هذا بشكل واضح لا يسمح لفرض مسؤولية الدولة الاتحادية على الإقليم بأن تعلم بمجريات الأمور الاقتصادية والإدارية في هذا الإقليم، غائبة بالكامل، لا تسمح أيضا بالأمور حتى السيادية بما يتعلق بالشؤون الخارجية والعسكرية والأمنية، وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر. ما كان يتعامل به وهذا خطأ كان مؤشر، لعله يؤشر كتقصير على الأطراف السياسية التي كانت تجامل بعقلية وبمصطلح أم الولد وخليك أنت كبير مشي الأمور، الآن وصلت الأمور إلى الشركاء في داخل الإقليم الذين يتحدثون بصراحة كاملة على أنهم لم يعودوا يطيقون هذا التفرد. وأنا أنقل تقارير دولية
وحتى قسم منها تقارير أمريكية تحذر من أن هذا المنهج في الإدارة المتفردة قد يدفع إلى اقتتال داخلي لا سامح الله، وقد يدفع إلى أن يقسم من جديد إقليم كردستان. هذه هي المخاطر، لا بد أن تتحلى القيادة في أربيل بالمسؤولية وبالعقلانية. لا يمكن الاستمرار بهذا النهج التعالي على بغداد والترفع عليها وجعل الأمور بالضغط وبالابتزاز بصراحة كاملة، وأيضا التفرد بالأطراف وعدم السماح بالتعامل معهم من قبل الحكومة الاتحادية، يعتبر هذا التدخل في شؤون الإقليم وجعل هذه الأحزاب تحت سلطة الإقليم. هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، وهو اليوم يؤشر مؤشرات كبيرة. أما أن يأتي الإقليم، هذه هي المشكلة الأساسية، أقول حكومة أربيل والحزب الديمقراطي يأتي إلى بغداد ليعالج مشاكل هو التي يحدد فقط مشكلة واحدة بما تخدمه، وهو يعرض نوع الحل ويريد أن يفرضه على الحكومة الاتحادية، هذا الأمر غير ممكن، لأنه فيه مساس بحقوق العراقيين الآخرين. الدستور يقول بأن ثروات العراقيين هي للعراقيين جميعا حسب النسب السكانية. الآن عندما يأتي طرف ويأخذ مستحقات من الموازنة ولا ويؤدي ما عليه، فإنه يظلم باقي الأطراف وباقي المكونات. والأخطر والأكثر إيلاما أنه هذه المبالغ لو كانت تذهب إلى جميع أبناء شعبنا في كردستان وتنعكس نموا ورخاء واستقرارا لكان الأمر فيه بعض الصبر على الأقل، لكن أن تذهب إلى جهة واحدة وتصرخ الأطراف الأخرى وتعلن مظلوميتها هي هذه المشكلة. لابد أن نؤمن بأننا نعمل بعراق واحد بلد واحد، جميعنا لابد أن نكون خاضعين لهذا الدستور الذي يحترمه الجميع، ولا نتذكر الدستور فقط عندما نطالب بمطالب جزئية فيها التفاف على الدستور. هذا هو الأساس، أن نحترم العراق أولا، أن نعلن انتمائنا للعراق، انتمائنا لدستوره لقوانينه لأنظمته لحكومته الاتحادية، وأيضا انتمائنا للعدالة ما بين مواطنيه. هو هذا الأساس الذي يمضي بالأمور إلى السلامة، ولا نرحل المشاكل كما كان للأسف في الفترات السابقة ونضيف مظلوميات جديدة. لم تبقى فقط في مساحة الترحيل، بل بدأت أنه إلى مساحة خارجية، وهنا نتساءل أستاذ جاسم، يعني أمريكا نفسها هي أكثر من مرة أعادت الكرة إلى ملعب أربيل والسليمانية وطالبتهم بتوحيد موقفهم والتئام قوات البيشمركة، يعني بعنوان آخر واشنطن تشوف أنه الحل حل داخلي. سيد الفاضل، اليوم وفد الذي أتى إلى بغداد هو برئاسة السيد مسرور برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان ونائبه قباط طلباني اللي هو من الاتحاد الوطني، ووزير المالية في إقليم كردستان هو من الاتحاد الوطني، ووزير التعليم العالي في إقليم كردستان هو من الاتحاد الوطني، ووزراء كثير هم من الاتحاد الوطني في كردستان وفي الحكومة الاتحادية أيضا، وزير البيئة من إقليم من الاتحاد الوطني، ووزير وزيرة الهجرة أيضا من الاتحاد، خلينا نقول من، وكثر وزراء هم مشاركين في العملية السياسية ومشاركين في القرار السياسي سواء في الكردي في الإقليم وفي الحكومة الاتحادية. ولكن هناك ضغط على حكومة إقليم كردستان وضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل المكاسب، ضغط الاتحاد الوطني على الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل إبقاء منصب رئيس الجمهورية للاتحاد الوطني، في حين كان هو من استحقاق الحزب الديمقراطي الكردستاني لأنه هو حصل على أكثر عدد مقاعد في البرلمان العراقي، حصل على 31 مقعد، في حين الاتحاد الوطني حصل على 17. وكان الحكومة الاتحادية والحزب الاتحاد الوطني يرمي الكرة في ملعب الحزب الديمقراطي الكردستاني لما رأى أن هناك توقف لعجلة التقدم والأعمار وعجلة الحكومة. تنازل الحزب الديمقراطي الكردستاني وقال على نفسه وأعطى المنصب السيادي إلى الاتحاد الوطني، ولكن لم يتركوا هذا المنوال، بقوا على نفس المنهاج يضغطون على الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل مصالح شخصية ضيقة، ويضغطون وأخذوا أيضا وزارة البيئة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وكانت هناك وزارة الإسكان والعمار والبيئة اثنينهم للحزب ضمن الاستحقاق الدستوري، وقال على نفسه أيضا مرة ثانية من أجل
المضي في عجلة الحكومة والتقدم والإعمار، وأعطى وزارة البيئة للاتحاد الوطني. وبالإضافة أعلق على كلام أخي وزميلي الدكتور الغناني أن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماضي في تسليم إيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، ولكن الحكومة الاتحادية كل ما يجي شهر بين ما يعدون البرنامج الحكومي بين ما يعدون قانون الموازنة، وراح وفد من حكومة المركز إلى حكومة إقليم كردستان واستقبلوا وأعطوا كل البيانات الموجودة للموظفين وللبيشمركة، وأكو تجاوب كبير بين حكومة الإقليم وحكومة المركز، إلا أنه قبل إجراء الشهر تتوقف رواتب إقليم كردستان. ليش؟ كما أستفت أنه هناك أيادي خفية تعمل لأيادي خارجية على زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، يجب أن تشخص هذه. وشخص رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي قال هذه ورقة الاتفاق السياسي وقعت عليها كافة رؤساء الكتل السياسية، لماذا تحركون أجندتكم من تحت الطاولة؟ هذا كلام صريح وخطير وواضح على أمام الشعب العراقي بما يطرحه الأستاذ جاسم العيساوي في دقيقة إذا تسمح. في دقيقة نقول باعتبار ذاك ضيفكم الكريم أستاذ جاسم السيد مستضر البرزاني هو ذاته الذي ذهب بعد الحرب الروسية الأوكرانية إلى باريس وقال أمام العالم ومع الرئيس الفرنسي بأن كردستان مستعدة لتجهيز أوروبا كبديل عن الغاز الروسي. أقول أين هذا الغاز؟ لماذا لا يسلم للعراق للحكومة الاتحادية كثروات عراقيين؟ ولماذا يترك العراق يشتري الغاز بملايين الدولارات بل بالمليارات؟ هذا اولا. الامر الثاني تقدر سيد الفاضل بس مداخله صغيره تقدر تسال وزير النفط السابق سيد الكريم لا تسمح لي. واذا ردنا ان نترك مساله الغاز، ان اليوم عندنا تبادل تجاري مع تركيا بمقدار 18 مليار دولار سنويا، كله يدخل عن طريق اقليم كردستان، وتاخذ سلطات الاقليم موارد باعتبار رسوم جمركيه. وايضا مع الجمهوريه الاسلاميه لدينا تبادل تجاري بمقدار 12 مليار دولار، 70% او اكثر تدخل من خلال اقليم كردستان، وايضا تؤخذ عليها رسوم جمركيه. اين عائدات هذه الموارد؟ هذا السؤال يطرح من اي عراقي حتى يكون ايضا هو مطالبا للحكومه الاتحاديه. اما ان نذهب الى انه اكو مؤامره وحديث عن اطراف داخليه وخارجيه، الأطراف الداخلية والخارجية هل المقصود بها شركاء الإقليم الذين يشتكون ويقولون لا نعلم أين تذهب الأموال، أم هي وزارة المالية الاتحادية التي تقول أعطونا أعطونا أسماء موظفيكم لنعلم كم عدد الموظفين، وهؤلاء عراقيون أبناؤنا حتى نعطيهم رواتبهم؟ لا يبقى المسألة بالعموميات التي لا تعلم بها الحكومة الاتحادية التي لا يتذكرها الإقليم ولا يأتي لها إلا عندما يريد أن يفرض حلا برؤيته لمشكلة خاصة فقط، وليس حلا لكل الإشكاليات حتى تكون ضمن أساس وضمن انتماء اتحادي كإقليم مع حكومة الاتحادية ومع وطنه. أشكرك شكرا جزيلا دكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة نبع الدراسات الاستراتيجية أثرية الحوار، وشكر موصول لحضرتك الأستاذ جاسم العيساوي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ضيفا كريما في الاستوديو. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. مساعدة وزير الخزانة الأمريكية في بغداد، عديد الملفات ومدولات التأكيد والتشديد. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وبهذا الملف أرحب بضيفي الكريمين في الاستوديو الدكتور علاء القصير المستشار المالي والاقتصادي، حياكم الله دكتور علاء، وكذلك الأستاذ ضياء المحسن الباحث في الشأن المالي والاقتصادي، حياكم الله ضيوفا كرام. دكتور علاء، ما الذي تمثله زيارة مساعدة وزير الخزانة الأمريكي إلى بغداد،
وفي هذا التوقيت بالذات. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية بداية حضرتك والأستاذ الضيف. يعني توالت الأخبار وتوالت الشكوك الكثيرة فيما يتعلق بمشكلة الدولار ومشكلة تهريب الدولار وغسيل الأموال. نعم. احنا نلاحظ خلال يعني هاي الفترة السابقة وخلال الأيام السابقة كانت هناك زيارات وزيارات متكررة سواء من الفدرالي الأمريكي أو وزارة الخزانة الأمريكية. التصريحات يعني أغلبها إعلامية قد تكون يعني تنقصها المصداقية في كثير من الأمور فيما لو تعمقنا، لأنه أكثر الزيارات زيارات خاصة وقد تكون زيارات سرية. لكن الملاحظ من كل هذا اللي يصير ومن التسريبات اللي ظهرت أخيرا أنه هناك مشكلة جديدة فيما يتعلق بوزارة الخزانة الأمريكية وزيارة معاون وزير الخزانة، وإشارتها إلى أن هناك عقوبات جديدة ستفرض على بعض البنوك، وتم تحديدها إعلاميا أيضا بأربعة أو خمس بنوك مصارف أهلية، إضافة إلى أنه أدخلت في حديثها أنه أيضا العقوبات ستشمل بعض جهات في القطاع الخاص، وحتى إذا تطلب الأمر سيكون البنك المركزي أيضا معرض إلى بعض العقوبات. حديث هذا مع السيد يعني محافظ البنك المركزي وزيارتها لأكثر مسؤول عراقي، تشعر أو نشعر أو يشعر العالم أنه العراق لا زال يعني لم يلتزم فيما يتعلق سواء بالمنصة أو فيما يتعلق بأمور تهريب الدولار من خلال يعني كثير من يعني مناطق حدودية أو خلال زيارات اليوم كنا نتحدث عنها فيما يتعلق بالمسافرين العراقيين، اللي يعني كل مسافر عراقي له حصة ب 3000 دولار، وأحيانا تحدد يعني أو يحدد العدد ب 10000 أو قد يزيد عن هذا الرقم، لكن مطابقة هذه الأرقام لا تطابق يعني عدد المسافرين مع عدد الذين استلموا حصة السفر. نعم. حياك الله مجددا أستاذ ضياء. يعني برأيك شنو نوع المراجعات اللي أجرتها مساعدة وزير الخزانة الأمريكي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ أحمد وتحية لضيفك الدكتور علاء القصير. نعم. حقيقة يبدو أنه يعني من خلال الإعلام أنه الخارجية عفوا الخزانة الأمريكية والفدرالي الأمريكي يصر على موضوعة أنه البنك المركزي العراقي أن يراجع إجراءات الاحترازية أو حزمة الإجراءات اللي أصدرها طيلة الفترة الماضية. ليش؟ لأنه هذه الإجراءات حقيقة لم تكن جدية فيما يتعلق بالسيطرة على سعر صرف الدولار واحد، ثم تهريب العملة إلى خارج. يعني تعرف أن الآن يعني حديث عن أنه فقط الكاش الذي يتم تهريبه عن طريق شمال العراق إلى تركيا وإلى إيران تحديدا بحدود 70 مليار دولار، وهذا رقم كبير حقيقة. ليش؟ لأنه إحنا إذا لاحظنا أنه مبيعات البنك المركزي 250 مليون دولار، إذن والمبلغ اللي يتم تهريبه بحدود 70، يعني معناها أكثر من 25% من المبيعات يتم تهريبها إلى خارج العراق. فبالتالي تحتاج يعني الخزانة الأمريكية تحتاج من البنك المركزي العراقي إلى إعادة إجراءاته، وهذا أيضا يتضمن حتى ما يتعلق مثلا بنافذة العملة مبيعاتها، لأنه قد يكون الأمر يعني من ضمن إجراءات الخزانة من الممكن أنه حتى تخفض المبالغ التي يتم إرسالها إلى العراق شهريا، وهذه تعرفونها يعني هذه لأنه الخزانة الأمريكية ترسل مبالغ شهريا بحسب احتياجات البنك المركزي إلى الحكومة إلى العراق. هذا إذا ما أصبح حقيقة قد يسبب مشكلة إلى العراق. ليش؟ لأنه إحنا في وارد انه محاوله انه تجديد مستحقات
اللي مفروضة على التجار من من لمشترياتهم. طيب إذا 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 مثلا الخزانة الأمريكية أو أوقفت إرسال الأموال، شو يطلع العراق؟ ما أعرف أنه شو راح، هل يذهب إلى مثلا تسوية حساباته عن طريق الذهب، ومنين يشتري الذهب؟ عن طريق الدينار العراقي. طيب وين متعاملات الدينار العراقي مع دولة أخرى؟ يعني أكو مجموعة من المشاكل. لذلك نجد من الضروري أن البنك المركزي العراقي أن يعمل على تحديد أصل المشكلة. شنو أصل المشكلة اللي يعاني من عدم الاقتصاد العراقي؟ هذا إحنا اللي نحاول نفهمه من محافظ البنك المركزي وإداراته. نعم. هل أوصل المسؤولون دكتور علاء، المسؤولون العراقيون اللي التقت بهم مساعدة وزير الخزانة الأمريكية، أوصلوا هؤلاء المسؤولين التزام العراق بالمعايير الدولية وأيضا درجة امتثاله لهذه المعايير؟ يعني خليني أكون شوية صريح أو صريح العبارة. احنا وهذا ما عهدنا من حضرتك سابقا، الأخوان بالموصل يقول اللي جوا أبطو عنز يبغج يعني. وأكيد يعني اليوم يعني أمريكا والخزانة الأمريكية وحتى الفدرالي الأمريكي وكل المؤسسات المالية العالمية خلت العراق برأسها، يعني من خلال عمليات الفساد، من خلال عمليات غسيل الأموال، التهريب، المخدرات أيضا يعني مسألة مهمة. يعني هذه مسألة المخدرات، دخول دولار وخروج دولار، هذه أيضا تدخل ضمن يعني تعليمات وإشراف ومراقبة الخزانة الأمريكية وحتى الفدرالي الأمريكي. لذلك يعني المسألة معقدة جدا. يعني مدى أفهم أنا لماذا هذا يعني السكوت. يعني البنك المركزي ده يقولوا لك يا أخي يا أستاذ يا بنك المركزي العراقي أنه هناك تهريب أو هناك علامات فارقة فيما يتعلق بالدولار الأمريكي وتهريبه إلى الخارج، فعليك الاهتمام، عليك الالتزام، عليك كذا وكذا وكذا. يعني لماذا هذا يعني أنا يعكسها دائما البنك المركزي على المصارف، وقد تكون هاي المصارف الأهلية والمصارف الإسلامية، المصارف اللي دخلت، وأنا أشرف أنه مستشار لأحد هذه المصارف. أغلب المصارف تقول لك إحنا يعني دخلت بالقائمة السوداء وتقول لك إحنا ما عندنا يعني هذا الأمر دخلنا به وإحنا بريئين من عنده. وبالتالي يعني دخلت يعني شركات محاماة ودخلت شركات أيضا مع الشركات الأمريكية أو مع الأخوة الموجودين الآن، يعني بعض الأخوة يمكن أو المستشارين الأمريكان في التحقيق من المعلومات التي تم تسريبها عن هذه المصارف. يعني إذا يجب أن يكون هناك يعني إحنا خلينا نسميها عمليات إنصات، أو خلي نراقب نفسنا يا أخي، خلي نراقب نفسنا. ولا ما من المعقول أكثر من وفد أمريكي يتعلق بالخزانة وبالفدرالي الأمريكي والمؤسسات والسويفت، يعني خلال شهر 3-4 زيارات ووفد عراقي راح ووفد عراقي إجا لمراقبة هذه أو لتحليل الأمور المعقدة اللي تتعلق بالدولار وطريقة تهريبه. ليش ما قاعد تنحل المشكلة؟ ليش دولار 1320 ودولار 1550؟ ليش؟ هذه طيب. أمور هذه يعني تساؤلات يعني نعم. تجلب الانتباه لدى الغير، وخصوصا مثل هاي المؤسسات المالية العملاقة اليوم اللي خلت العراق تحت ضغط، واحتمال يعني لا سمح الله أنه نرجع ونصير مثل ما صار في مذكرة التفاهم السابقة. يعني علينا أن نراقب نفسنا، علينا أن نتخذ إجراءات يعني رادعة فيما يتعلق بهذا الأمر. إذا دبينا العبء كله أنه الأحزاب السياسية هي كذا وال طيب ما تتفضل به دكتور علاء، خلينا أكسر للأستاذ ضياء المحسن. الحل ضياء ممكن ووضع الشخص المناسب لإدارة هكذا عمليات ومراقبة. بالتأكيد أستاذ ضياء، يعني مثل ما تفضل الدكتور القصير، ممكن نشهد رفع بعض من القيود المفروضة على حركة الدولار في العراق بعد هذه الزيارة للمساعدة الأمريكية؟ خلي أكون صادق وياك أستاذ أحمد فيما يتعلق بموضوع اللي تطرحه. أنا قد أكون عكس ما تقوله. ليش؟ لأنه حقيقة التأكيد قد
قد يعني وزارة الخزانة قد تذهب إلى فرض عقوبات على مصارف أخرى، بل قد يتعدى الأمر حتى على البنك المركزي العراقي، لأن البنك المركزي إدارة البنك المركزي العراقي لم تلتزم بإجراءات حتى إجراءات المنصة الإلكترونية. وتعرفون أنه هي يعني موضوع التساهل فيما يتعلق مثلا بالتجار العراقيين اللي أعطتهم فسحة من الوقت لمدة 6 أشهر لتسوية أمورهم فيما يتعلق بدخولهم إلى المنصة الإلكترونية، هذا الأمر حتى هذا الأمر لم يلتزموا به. بالتالي يعني موضوعة أنه العقوبات الأمريكية قد تضيف عدد من المصارف، وأعتقد يعني قد يقترب العدد من 4 مصارف أخرى، ثم هناك قد يذهب الأمر إلى عقوبات حتى على البنك المركزي العراقي. نحن لا نتمنى هذا الأمر، لذلك نقول لإدارة البنك المركزي يجب عليها مراجعة جميع إجراءاتها منذ الشهر الثالث إلى اليوم. هذا واحد. اثنين، يجب ملاحظة عمليات يعني ما يتعلق مثلا بنافذة العملة، واحد. ايضا عمليات حتى المستحقات ما بين يعني التعاملات التجارية ما بين التجار، وايضا يعني قد يكون الامر شبيه بعملية المبادلة اللي صارت ما بين العراق وإيران فيما يتعلق بتزويد العراق بالوقود، تزويد العراق بالغاز. هذا قد يكون مخرج سليم فيما يتعلق بالدولار الأمريكي اللي تمنع الولايات المتحدة أن يذهب إلى العراق. ثم لا يجب أن لا ننسى أن الولايات المتحدة الآن في وارد إدخال عدد من الشركات التركية إلى اللائحة السوداء، وهذا قد يزيد الأزمة في العراق، لأنه بدل ما نكون في مشكلة مع الجانب الإيراني، قد تكون مشكلتنا أيضا مع الجانب التركي أيضا، وهذا قد يزيد الوضع تعقيدا. نعم. دكتور علاء، يعني رفع هذه القيود راح يجي نتيجة طبيعية للامتثال للمعايير الدولية، لو أيضا نحتاج ضغوط على المساعدة الأمريكية حتى يتم العودة إلى استقرار هذا السوق والاستقرار الاقتصادي بشكل عام مثل ما تفضلت حضرتك والضيف الكريم. هي بالتأكيد أستاذي فاضل، يعني هذه القيود هي مو فقط راح تأثر على مسألة الاستيراد أو يعني مسألة التضخم اللي راح يحدث بالسوق العراقي نتيجة هذا العمل، لكن تأثيرها على المستوى العام فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، فيما يتعلق بدخل الفرد، فيما يتعلق بمعيشة الفرد، هذه أيضا سيكون لها تأثير بالغ فيما يتعلق بمسألة الدولار. أنا أتفاجأ اليوم يعني بتصريح من قبل معاونة الخزانة الأمريكية من تطلب من سيد محافظ البنك المركزي، إذا كان هذه المعلومة صحيحة، أنه عليكم أن تتعاملون باليورو والدرهم الإماراتي وبالين الصيني، يعني خففوا تعاملكم بالدولار الأمريكي، يعني اتجهوا هذا الاتجاه حتى لا يكون هناك مراقبة. إذا هو تهريب دولار أو إذا هو تهريب يورو أو تهريب ين أو تهريب، فهو تهريب. يعني بالنتيجة أنت إذا رح تهرب أو تطلع يورو، نعم، بإمكانك أنه تحوله إلى دولار في أي مكان من دول العالم. المشكلة مو هنا، يعني مشكلة المنصة الإلكترونية أو المنصة المصرفية اللي صارت في البنك المركزي لا زالت لدى الأمريكان هناك بعض الشبهات فيما يتعلق بمسألة التحويلات. مشكلة الأمريكان الآن هي مسألة الأموال اللي تهرب عن طريق أشخاص أو أن تهرب عن طريق المنافذ غير المجازة أو غير الحدودية غير المجازة أو غير المسيطر عليها. هذه هي المشكلة اللي يتم بها تهريب الدولار. الأستاذ تفضل فيما يتعلق ب يعني الأمريكان تصور مراقبين عملية مراقبين عملية الاستيرادات. البنك المركزي ده يقول لك ده يبيع يوميا 230 مليون دولار من خلال النافذة، لكن الأمريكان مراقبين أنه عمليات الاستيراد أو المواد اللي داخلة إلى العراق مدى تمثل أكثر من 40 أو 50 مليون دولار. إذا الفرق بين 230 أو 200 وبين 50 وين ده يروح؟
فهنا هي المشكلة، هنا هو التحقيق الذي يتم مع البنك المركزي فيما يتعلق بالدولار. مسألة الاقتصاد ومسألة التنمية، نعم هاي العملية تؤثر وستؤثر أكثر. يعني اليوم احنا عندنا 14 وقبل أربع بنوك يعني 18 مصرف، شل العملية الاقتصادية في كثير من القطاعات وكثير من العمليات في الضمانات والتحويلات الخارجية. لكن إذا أضيف بعد أربعة أو خمس مصارف بقوة مصرف الطيف أو بقوة المصارف القوية اللي موجودة عندنا، سيكون هناك تأثير اقتصادي كبير. وبالتالي على الدولة أو على البنك المركزي أن يراقب هذه الحالة وأن يضع اليد على مسألة، يعني مو فقط هي مسألة التهريب أو مسألة غسيل الأموال. إذن يجب أن تستثمر هذه الزيارة إذا تسمح لي دكتور على يجب أن تستثمر لحل كل هذه الإشكالات وما سيرشح عنها أيضا سنأخذه في إحدى ملفات حلقتنا لحصاد الأيام. أشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء القصير المستشار المالي والاقتصادي ضيفا كريما في الأستوديو، والأستاذ ضياء المحسن الباحث في شأن المالي والاقتصادي ضيوفا أكارم. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.